انتبه يا اخوانا، دي مسألة في منتهى الأهمية. ليس أحد أحب إليه العذر من الله. يعني ربنا عز وجل يحب المعاذير لخلقه، وهذا من رحمته سبحانه. العبد الذي يتلمس المعاذير للناس لعله كذا ويتلمس له المعاذير، هذه رحمة وهذا لطف، هذه رحمة وهذا لطف، والله تعالى يحب ذلك الأمر. ولأجل حب الله تعالى للعذر والإعذار، في هناك ناس حياتهم كلها قائمة على الظن. الظن هو عدم تلمس المعاذير، بل الظن تلمس الأخطاء. كل حاجة تبقى غلط ويبقى لها مساحات ومسافات ويبقى لها محيطات وارتفاعات، ده مشكلة. لكن الذي يتلمس المعاذير قلبه رحيم، وهو من أهدأ الناس بالا. واحد ماشي جنبك وماشي السلام عليكم خلاص، لعله لم ينتبه، لعل شيئا كربه في البيت أو في العمل فشده، شده يعني مش منتبه، وبالتالي ما قاليش السلام عليكم. تتلمس المعاذير. واحد كان وجهه صبوح كفلق القمر، وعندما نظر إليك تغير وجهه، تتلمس المعاذير. ربما تذكر شيئا فتغير وجهه، انظر، تلمس المعاذير. لكن لو تصيد الظنون ليبني عليها الأوهام سيعيش عيشة ضنكا، لم يسلم علي، لم يسلم علي علشان كذا وكذا وكذا، تغير وجهه عندما عشان كذا وكذا وكذا. ليس أحد أحب إليه العذر من الله. انظروا، ومن أجل ذلك أرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين. يبقى الرسل مبشرين ومنذرين إعذارا للناس، إعذارا للناس.